النص انا كاتبه، ولما عم اشوف بعرف انتم من وين اخدين، بعرف شو الشخصيات اللي اخدتوها، شو الفكره اللي اخدتوها. عم تقولي لي يا رشا انه والله مو كل مسؤول بيصير هو حياه مارحه، لا، بس نفس المسؤول اللي عندك هو اللي عندي، نفس ابن المسؤول اللي عندك هو عندي. طبعا اللي بده يسرق يا رشا ما راح يسرق قصد لصق، بده يموه وبده يشيل وبده يحطه وبده يغير. 11 سنه مرقوا على النص، 11 سنه، شيء طبيعي بده يتغير الفكره، بده يصير شيء طبيعي، بده يغير ببعض الاحداث ببعض الافكار، شيء طبيعي. لكن هذا النص انت صورتي فيه مشاهد ونزلتي على الشارع وصورتي مشاهد وصارت الثورة والمظاهرات وسحبتوا، ما بعرف ليش انسحبتوا ووقفتوا التصوير انت وهذا السافل اللي اسمه اياد نجار، اللي انت بتعرفي انه كذاب وانه ما فيك تصدقي منه حتى اسمه. ما رح بعتر كتير بالحكي وما رح احكي كل ورائي وما رح اكشف كل شيء، لكن قسما بالله يا رشا 11 سنة سكوت، 11 سنة صمت على القهر وعلى الذل وعلى الوجع اللي شفته منكم، 11 سنة رح يطلعوا براسك وراس هذا العمل، ويلا بلشوا للرد، يلا انعدتم عدنا.